لم يسبق في تاريخ نقابل الصحة أن تم تكتل تمنية النقابات لأجل الدفاع عن المطالب المشروعة والعادلة المهنية للصحة. غتسولني علاش حنا قدام البرلمان؟ بكل بساطة لأننا عديمنا مختلف وسائل الاحتجاجات النضالية، كنا درنا وقفات احتجاجية إقليمية محلية جهوية إضرابات آخرها الإضراب اللي كان البارح واليوم توج بهذه الوقفة يعني اللي كتضم واحد الزخم كبير من الأطر الصحية. علاش كنحتجوا؟ كنحتجوا على عدم التزام الحكومة بتنفيذ المحاضر اللي تم توقيعها. يعني كنطالبوا وكنناجدوا الحكومة أنها تكون يكونوا فيها ذوي الألباب، ذوي العقول الرصينة اللي يسمعوا لصوت الشغيلة الصحية اللي جات أمام القبة التشريعية لإسماع صوتها وإيصال صوتها لتنبيه الحكومة لأجل تنفيذ الاتفاقات اللي فيها شق مادي وشق معنوي، ضمان صفة موظف، التزام بمركزة الأجور، التزام بالاتفاق ديال إعطاء 1500 درهم للممرضين وتقنيين الصحة و1200 درهم للإداريين والتقنيين، التزام بإضافة درجة جديدة لجميع فئات الشغيلة الصحية ابتداء من سنة 2025. وكنجدد الاعتذار ديالي للمواطنين المرتفقين، لان غيمشيو للمستشفيات غيلقاوها ما خداماش، غيمشيو للمراكز الصحيه غيلقاوها ما خداماش. اللهم المستعجلات يعني المصالح الحيويه من مستعجلات يعني والانعاش والعنايه المركزه هما فقط اللي كيشتغلوا دابا. الشغيله الصحيه بجميع فئاتها من اطباء وممرضين وإداريين ومقتصدين وجميع الفئات التمريضية ومساعدين في العلاج، جميع الفئات ديال الشغيلة الصحية. جينا اليوم كنحتجوا على السكوت الذي طال وزارة الصحة والحكومة على ملفنا المطلبي. هناك مطالب اللي صادقات عليها الوزارة معنا وما تمش الجواب عليها بالكل، وهناك مطالب خلافية، نقط خلافية اللي تحطات للسيد رئيس الحكومة، ولحد الساعة لا جواب، لا السكوت طال هذا الملف المطلبي ديال الشغيلة الصحية. لهذا جئنا اليوم لنقول لهم لن نتنازل عن مطالبنا الشرعية حتى تحقيقها.